بسم الله الرحمن الرحيم. سعود بن صالح المصيبيح، رئيس مركز التعارف والإرشاد الأسري. أنا أتشرف أن أشارك في ورقة في هذا المؤتمر المتميز. حقيقة نحن في التحديات الخطيرة التي تمر بها المملكة العربية السعودية، تحديات سياسية، تحديات إقليمية، وكذلك رؤيتها وتنميتها خلال 2030. يأتي هذا المؤتمر الدولي للهوية الوطنية ليسهم في مشاركات وأبحاث وأوراق عمل لشخصيات الحقيقة لها دورها ولها جهودها ولها تميزها في طرح أيقونة ثقافة وفكر وتوصيات علمية بهدف الحقيقة ترسيخ الهوية الوطنية وترسيخ الولاء الوطني، وبالتالي اهتمام التعليم بهوية الناشئة وإيجاد المحصنات التي يستطيعون بها أن يواجهوا كل ما يهدد بلدهم ووحدته واستقراره. أشكر الحقيقة جامعة شقرة على مثل هذا المؤتمر المتميز وهذا التنظيم الرائع، وأدعو الله إن شاء الله أن تتكلل الجهود بالنجاح والتوفيق بإذن الله. شكرا.